خواطر. خواطر مع الأستاذ البخاري بن صالح. أيها السادة الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في منى على مدى 3 أيام يرمي المسلمون الجمرات ويعلنون براءتهم من الشيطان وأتباع الشيطان، ويرمون برمي إبليس وساوسه، ويعلنون عصيانه، ويتمسكون بطاعة الله تعالى. فما يرى يوم إبليس فيه مخزي كذلك اليوم، يقول: أتعبت نفسي وأتباعي بإغوائهم وإضلالهم، ويغفر الله لهم هذا اليوم. وحين يحمل المسلمون كتبهم بأيمانهم فائزين بالجنة ناجين من النار يوم القيامة، يرى إبليس والشياطين خزايا أذلاء يساقون إلى النار ومن تبعهم. وقد أفلح في الدنيا من رجم إبليس كل يوم وعصاه، فدحره حسيرا خزيان، وكان هو من أهل الجنة والرضوان. نور الله صباحكم بكل خير، ومتعكم بالصحة والعافية. خواطر. خواطر مع الأستاذ البخاري بن صالح.